انت عم تاخدي مواقف آنية على أنها فرضيات دائمة. ممكن تتغير يعني برأيك الشيء اللي ما أنا بعطيكي مثل سنة 2008. أنا برأيي رغم أنه انطبخت قبل بشهر شهرين ما كان صار اجتياح لبيروت ولا تعديل دستوري لو ما الجيش أبط عن هذا الاجتياح، مما دفعنا جميعا إلى الدوحة شبه منهزمين لولا وقوف بعض فصائلنا بالجبل شيك بالشويفات وبالشوف الأعلى وبالبروك. كنا رحنا على الدوحة أضعف بعد، بس رجعنا بالدوحة جايبين صيغة هجينة لما تبقى من اتفاق الطائف، وأدخلنا عليه الوزير الملك والثلث المعطل، ويعني بدأ الطلاق مع العرب من هذا الوقت. ليش؟ لأنه حتى هذا الاتفاق لم يحترم. استعمل الوزير الملك لتطهير سعد الحريري ليس إلا، والإتيان بحكومة يومتها كان يعتبر الرئيس مئاتي أنه جايبه حزب الله، كانت كلها راضي عنها حزب الله حكومة. ضانت سنة ونص سنتين أطاح بها شو الوضع الاقتصادي، لأنه كل المؤشرات الاقتصادية هبطت. مجرد ما قطعنا مع العمق العربي صار ميزان المدفوعات والميزان التجاري والودائع الموجودة والتحويلات من الخارج كله انضرب، وبالتالي أخذنا طريق الفقر الحقيقي من 2011 بين من 2016 و17، لأنه صار بعض القوى الاقتصادية بالبلد عارف أنه رايحين لهون، طلع مصاري، تهرب مصاري، تشيل مصرياتها، وبالتالي وصلنا لما وصلنا له. وأنا دايما بقول لو بقي الدعم العربي والرضا العربي ماشي كان هالدولاب ما انفخت ولبنان ما وقع، بس نحن استمرينا بالإسراف وقطعنا عنا المدخول. يعني بعد بتلاقي أنه في حظوظ لقائد الجيش؟ إيه؟ حظوظ مبنية على فوضى؟ لا، إذا عم بتقارب هاي المرحلة لا مرحلة الأزمة مبنية على تعادل القوى وحل وسط، مثل ما في حظوظ لجهاد أزعور لصلاح حنين لأسماء أخرى يمكن. نعم. يعني بس وليد جنبلاط ما سكر قال ثلاثة وبس، بس قال أنا عم بعطي عيني. طيب لننتقل لجهاد أزعور. البعض يقول أنه هذا الموقع هو موقع سياسي بالدرجة الأولى، لا يمكن أن يكون بس فقط الحل الاقتصادي هو حل هذه المرحلة، ولكن يجب أن يكون هناك كمان حل سياسي. يمكن. هل مخول جهاد أزعور لأن يكون حلا سياسيا، وخصوصا أنه هناك فيتو من قبل حزب الله عليه؟ روان، اليوم ما بقى فيك تفصلي السياسي عن الاقتصادي. تنفترض اجا سليمان بيك، بيقدر سليمان بيك ما يعتمد سياسة اقتصادية تروح تدق أبواب الدول العربية؟ أكيد لا. تاني يوم ما في يدفع معاشات. صحيح. منيح؟ شو بيعمل؟ بيبقى بصغرتها؟ لا، بس بده يكون كمان قريب من كل الأطراف. جوزيف عون إذا ما صح المسار الاقتصادي والمسار السياسي باتجاه الحياد بين المحاور والخروج من هذه المحاور، ما بيقدر يجيب ولا قرش. شو بيصفي قاعد بعبدة هيك عايشين نحن بفضل بعض المكرومات القطرية بالنسبة للمعاشات، الأمريكية بالنسبة للعتاد، والسعودية بالنسبة للموافقة والفرنسوية على أنه هو يجو. تبهي.